وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام علي سلام الله عليه: رضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت نفسه من أمر عليها لسانه. حالة نفسية في بعض الناس هي حالة الطمع، ومن أضداد الفضائل، تؤدي بالفرد إلى أن يكشف للناس عن ضره صدقا أم كذبا، وذلك عن طريق اللسان. هذه الحالة النفسية في الحقيقة نتائجها كارثية بالنسبة إلى الفرد وبالنسبة إلى الجماعة. وكلما كان الفرد في مقام أعلى فإن صفاته النفسية السيئة تكون أكثر ضرراً مما لو كان في مقام بسيط. حينما يكون رئيس الدولة طماعاً فإن طمعه يظهر في أنه يتحول إلى سبع، إلى أن يصادر أموال الناس، أعراض الناس، وحرية الناس. لكن بقال ما يكون طماع يظلم بمقدار بقاليته وليس أكثر من ذلك. لكن على كل حال، هذه الصفات السيئة التي هي أضداد الفضائل هي ضارة، ومهمة القرآن ومهمة النبي وأهل بيت النبي أن يكشفوا عن النتائج. يعني كثير من الآيات القرآنية الكريمة تتحدث عن نتيجة التقوى، عن نتيجة الأخلاق الحسنة، أو تتحدث عن مضار الصفات السيئة في الإنسان. يعني الإمام علي سلام الله عليه يضع إصبعه على نتيجة بعض الصفات، وحينما يتحدث عن الصفات السيئة لكي نعرف ما يضادها. لكي تعرف قيمة الصحة لابد أن تعرف ما الذي يفعل بك المرض. لكي تعرف قيمة السلامة لابد أن تعرف كل ما يؤدي بك إلى الموت أو إلى نقص عضو من الأعضاء. حينما تركب مع شاب في السيارة وهو يسوقها فإنك تقول: لو أسرعت في المشي فلربما الأمر يؤدي بك إلى أن تموت، أو الأمر يؤدي بك إلى أن تصاب بعاهة دائمة، أو الأمر يؤدي بك إلى أن تقتل إنسانا فتسجن. تبين له النتائج السيئة لهذه الصفة، صفة الطيش، صفة الغرور، صفة حب التظاهر للناس بأنك بطل وأنت مجرد بطل. مو بطل بس يريد الظاهر بأنه بطل في مكان غير صحيح غير سليم. السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك نحن لكي نعرف قيمة القناعة لابد أن نعرف مضار الطمع، ولكي نعرف قيمة الصمت لابد أن نعرف مضار الثرثرة، ولكي نعرف قيمة التعفف
لابد أن نعرف مضار التذمر. الإمام علي في هذه الكلمة تحدث عن أمور ثلاث: الطمع، كشف الضر، تأمير اللسان. بعض الذين جمعوا كلمات الإمام علي قسموا هذه الكلمة في موارد ثلاث وكأنه لا ارتباط بينها، بينما لا شك أن هنالك قيمة هنالك قيمة حقيقية لكلمات الإمام علي وارتباط بينها. شوف القرآن الكريم من صفاته أنك لو أخذت كل القرآن يسمى قرآنا، وجزء منه يسمى قرآنا، وآية تسمى قرآنا، وجملة تسمى قرآن، وكلمة تسمى قرآن. ليش؟ لأنه ربما كلمة واحدة تعطي المعنى كله. كلمة في آية قل الله، فقط قل الله، في مقابل أي مشكلة، في مقابل أي عدو، فقط تستطيع أن تقول الله، قل الله. لكن قل الله ثم ذرهم، تأخذ جزء من الآية فيها معنى، كل الآية فيها معنى، الآية اللي قبلها وبعدها فيها معنى. يعني الصفحة الواحدة في القرآن ما عدا في الاستثناءات هي في الحقيقة في رابط ما بين الآيات. كلام الإمام علي هنا يمكن أن تأخذ جزءا منه وتعتبر أن هذه الكلمة وهذا الجزء ده يؤدي المعنى كاملا. يقول مثلا: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، جملة كاملة. ورضي بالذل من كشف عن ضره، جملة كاملة. وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، جملة كاملة. لكن في ارتباط بينهم. اللي عنده طمع دائما يريد يبين مضرته، عندي مشكلة، أنا محتاج، دائما دا يبين هذه القضية للناس حتى يكسب عطفهم أو حتى يكسب مالهم أو حتى يربح عليهم. فأكو ارتباط ما بين الطمع وما بين كشف الضر، سواء صدقا أو كذبا. يتظاهر بالفقر وهو غني، يتظاهر بالمرض وهو صحيح، يتظاهر بالعجز وهو قادر، نتيجة الطمع ماله. عن طريق شنو هذا كل الأشياء يبينها؟ عن طريق لسانه. إذن هذه الكلمة في رابط بين الجمل، وكل جملة تكون مستقلة. سؤال: عندما يقع المرء في مضر، يقع في مشكلة، ولا بد أن الحياة تكون فيها مشاكل، لا يمكن لأحد أن يكون ناجحا دائما، وأن يكون صحيح الجسم دائما، وأن يكون غنيا دائما، وأن يكون عالما دائما. الإنسان دائما يمر بمشاكل في حياته في أي مكان كان. يعني العالم إلى مشاكله، الجاهل إلى مشاكله، الغني إلى مشاكله، الحاكم إلى مشاكله، المحكوم إلى مشاكله. ماكو واحد في هذه الحياة بلا مشاكل، لكن المشاكل تختلف. إذا وقع أحد في ضر، ما الذي يفعل؟ هو بين أحد خيارين: إما أن يتستر على ضره ومشكلته وما يتعرض له، وإما أن يكشف ذلك للناس. فما الذي يفعل؟ هل نكشف عن ضرنا أم نتستر عليها؟ إذا كنت فقيرا هل أقول للناس أنا فقير أم لا أقول ذلك؟ إذا عندي مشكلة مع جيراني، إذا عندي مشكلة مع الحاكم، إذا عندي مشكلة مع شريك حياتي، أي مشكلة شخصية، جسمية، روحية، اجتماعية، علاقات زوجية، أي مشكلة من المشاكل، والإنسان يتعرض لعله في اليوم الواحد لأنواع مختلفة من المشاكل، هل يتذمر؟ هل يكشف عن ضره ومشكلته أم يتستر عليها؟ في الحقيقة كشف الضر وعدم كشفه يرتبط بمن أنت تشكو، ولمن تشكو، وعلى من تشكو. هذا الأمر مختلف. المثل: أن تشكو عن ضرك لله، هذا مطلوب، لأن كشف الضر لله عبادة، مطلوب من العبد أن يتذلل لربه، أن يكشف عن ضره أمام ربه.
أنا العبد الحقير الفقير المسكين المستكين. لابد تكشف عن ضرك أمام الله، لأنك لا تملك شيئا. وأيضا جزء من مقدمات الدعاء، حينما تريد أن تدعو فلا بد أن تقدم مقدمة للدعاء. المقدمة عبارة عن جزئين، الجزء الأول أن تمجد الله، أن تسبح الله، أن تمدح الله من جهة، وأن تبين ضعفك وعجزك، لأن الله يملك القدرة الكاملة والحكمة الكاملة والعلم الكامل. صفات الله عز وجل بتعبير من التعابير صفات مطلقة بلا حدود. إن الله على كل شيء قدير. ترى هاي الكلمة هواي كبيرة، كل شيء، يعني أكثر من أن يحول العدم إلى وجود، أن يخلق ثم أن ينهي هذا الوجود، يصعد ينزل والأرض جميعا قبضته. فلكي تستدر العطف من ربك فلا بد أولا أن تقدم حمده ومجده في كلامك. شوف سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر الله بأنه رحمن وأنه رحيم. الحمد لله رب العالمين، تحمده، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تقدم على الدعاء تمجيد الله، وتقدم على دعائك وطلب قضاء حوائجك بأن تكشف عن ضرك وعن حاجتك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في حديث عن الله، يقول: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة الله، حياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. هذا الله. أما العبد فهو لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. أنت تقف أمام الله تقول: أنا الجهول في جهلي، فكيف لا أكون جهولا؟ أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ تقول: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يعني دائما تقدم هاي الصفة: أنا يوم اللي أكون قوي عاجز، يوم اللي أكون قادر ما أقدر على شيء. لأن كل هذا عطف من الله ولطف من الله، أي لحظة يقدر يسلب هذا الشيء. حياتي بين يدي، موتي بين يدي، علمي بين يدي، في أي لحظة يمكن أنسى. يأتي الرجل الإمام الصادق ويقول: أنتم تقولون العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، أنا عندي علم. يعني الله قذف هذا العلم في قلبي؟ إذا أراد يقدر يسلبه. قال: ما اسمك؟ فجاءه بهذا السؤال، نسى. من قبل ما يجي للدنيا أبوه مسميه، من يوم اللي جاي للدنيا أمه دائما تذكر اسمه، نسى اسمه. قال: تفضل، الله سلب هذا العلم من عندك. أنا اسمك شنو؟ أنت ما صاير أحيانا تنسى أقرب الأشياء؟ الآباء يعرفون هذا الشيء. أحيانا تشوف واحد عنده 5 أولاد يريد ينادي واحد من عندهم، وغير هذا مو أمامها، أمامه يشوفه قاعد هناك يريد ينادي، يجيب أسماء أولاد الأربعة إلا هذا الاسم. ممكن هذا آخر واحد شوية يفكر منو ده أنادي. زين، إذن أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا الفقير في غناي، اللي عندي ماله بيدة عارية عندي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذن كشف الضر لله مطلوب، وهذا شيء أساس. أذكر أيام زمن كان البعض يقولون: أنتم المؤمنون عادة تريدون تحقرون الناس وتخلي الشخص يوحي إلى نفسه بأنه فقير حقير بائس مستكين. طبعا بالنسبة لله، وما أستطيع أن أكون غنيا عن الناس إلا إذا أبدي فقري وحاجتي وعجزي أمام الله. أنا عبد له
إذن أنا حر بالنسبة إلى الآخرين، أنا التزامي فقط مع واحد. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. أنا فقط أخاف من مصدر واحد. تشوف بعض الأوقات الشعب يتعرض لظلم طاغوت فيقول، هذا الشعار يطلقوه، نحن لا نركع إلا لله، لأنه لا نركع إلا لله فلا نركع للطاغوت، لأنني أشعر بالعبودية لله فإذن أنا حر. هذا نوع من التلازم بين الأمرين، هذا ميزان واحد. أمام الله تتواضع فتكون مثل بقية الناس، فلا تكشف عن ضرك إلا لربك عز وجل. إذن كشف الضر أمام الناس مذموم. ليش؟ أولا لأن هذا فيه إظهار العجز. زين إظهار العجز مو زين؟ لا مو زين، هذا فيه مذم، تذم نفسك أنه ترى ما أقدر أسوي شيء، ترى أنا عندي فلان مشكلة، أنا عاجز ولا أستطيع حل الضر الذي وقعت فيه. وهذا الأمر غير صحيح، مثل ما غير صحيح أن تتكلم عن إنسان بأنه عاجز، بأنه لا يستطيع على شيء، يعني تذل، تنقص من قدرة، تنقص من قدرك من جزء. أنت عبد من عباد الله، كما لا يجوز لك أن تحقر الآخرين لا يجوز لك أن تحقر نفسك. أمام الله نعم، لكن أمام الناس لا. يجب أن تحترم نفسك حتى تستطيع أن تحترم الناس. فإذا حقرت نفسك أمام الناس أبديت هذا العجز، حينئذ لا تستطيع أن تكسب احترامهم. نعم ربما تكسب عطفهم اللي ما ينفعك في شيء. ثانيا التذمر، لمن تتذمر؟ لمن تكشف عن ضرك؟ تكشف لصديق تحزنه، لعدو تفرحه. يعني زين أنا أفرح العدو وأخلي الصديق يكون حزين؟ ما في داعي لهذا الأمر، ليش أكشف عن ضري؟ وثالثا قضية كشف الضر للناس لا يحل مشكلة، بل يتحول هو إلى مشكلة. ليش؟ للأسباب التالية. إحنا إذا كشفنا عن ضرنا لا نستطيع أن نحل المشكلة، لأنه نتخذ كشف الضر عن أنفسنا بديلا عن المحاولة. بدل ما يروح يحاول يحل مشكلته يجي يقعد أمام الناس ويذكر هذه المشكلة ترتاح نفسيته، يطلع برا كأنه فرغ اللي بقلبه بس ما حل المشكلة. الكشف عن الضر والتذمر لا يحل مشكلة، هو يتحول إلى مشكلة من المشاكل لأنه عائق أمام حل المشكلة. طبعا هنا ملاحظة، وهي أن التجمعات البشرية مكلفة بردم الهوة ما بين الناس. يعني الطبقية مذمومة أن يكون هنالك مترف وأن يكون هنالك مسكين، هذا مرفوض، ولا بد أن المجتمعات تحل هذه المشكلة بأن تردم الهوة. ولذلك الإسلام يسمي العطاء إنفاقا، الإنفاق من النفق، يعني حينما يكون هنالك نفق لازم نطم النفق، حتى نطم النفق لازم هذا اللي محتاج نعطي. يعني مبدئيا كل تجمع حتى لو عائلة، أنا ماذا أتكلم عن الشعوب والأمم، لازم ما يكون فيها فقير، ما يكون فيها محتاج، ما يكون فيها ذليل، ماذا أتكلم عن هذا، ده أتكلم حتى عن عائلة، لازم عائلتك تكون متساوية، بمعنى أن في العوائل صغيرها وكبيرها أو في التجمعات الإيمانية لابد أن لا تكون هنالك حاجة ومضرة ومشكلة عند الأفراد، وإذا حدثت مشكلة فعلى الجميع أن يهب لحلها لهم حتى ما يتذمر. يعني ما يكون عندنا محتاج، ما يكون عندنا صاحب مشكلة، حينئذ نقول له لا تكشف عن ضرك للناس، أصلا ما تكون مشكلة حتى يكشف أو لا يكشف. هذه مسألة مهمة. وفي التذمر وكشف الضر خمول الروح، وعادة ما يكون هذا سبب الطمع ما في أيدي الناس، لأنه يريد يكسب مال الشخص، عطف الشخص،
أي شيء من الأشياء يريد يحصل عليه وما يستحقه، يعني بدافع الطمع يكشف عن ضره. لذلك عندنا في الحديث الشريف رواية جميلة جدا يقول: الخير كل الخير في شنو؟ في أنه ما تحتاج إلى الآخرين، ما تشعر بالحاجة إلى الآخرين، في قطع الطمع عما في أيدي الناس. يعني صارت عندك مشكلة، حاول أنت تحلها، ليش تروح على غيرك؟ يعني أقدر أحل مشاكلي؟ طبعا غيرك اللي حلوا مشاكلهم كان يختلفون عنك. أنت فقير تقول أنا فقير وما عندي رأس مال حتى أسوي تجارة، تفكر كل الأغنياء وأصحاب الملايين ولدوا أغنياء؟ الجميع يبدأ من الصفر، سواء فيما يرتبط بالمال أو فيما يرتبط بالعلم أو فيما يرتبط بالقوة والقدرة. كل اللي تشوفهم بدأوا من الصفر، أنت هم في حالة الصفر، حل مشكلتك مع نفسك، ليش تقعد هنا وهناك تتكلم حول مشاكلك؟ التذمر أيضا فيه نوع من أنواع اليأس. إذا أنت قادر على أن تحل المشكلة خذ حلها، بعد ما تجي تشتكي. يعني إذا كان باستطاعتك أن تركب سيارة وتوصل لهنا، يوم اللي تجي لهنا بعد ما تقول أنا مشيت بالطريق والهواء كان بارد وشفت عقبات في الطريق وتعبيت ظهري كان يوجعني، ما في داعي، حلت المشكلة جت بالسيارة. أنت قادر على أن تحل مشاكلك قطعا، وإذا استعظت عن حل المشكلة بالتذمر ففيه نوع من أنواع اليأس. ثم في التذمر صفة سيئة في مقابل صفة حسنة وهو التعفف. إن الله يبغض البؤس والتباؤس، الله ما يريد البؤس في عبده، فقر الله ما يريده، الفقر سواد الوجه في الدارين، الله ما يريد الفقر لعباده، ومخلي عشرات الحلول حتى لا يبقى الفرد فقيرا. ويبغض التباؤس، يعني عنده بس ما يظهر للناس، دائما يبين نفسه فقير، دائما يبين نفسه مريض، دائما يبين نفسه عاجز، دائما التذمر. إضافة إلى أن المتذمر يبتعد الناس عنه. أنت شايف الواحد اللي بس ما تقعد ويا بارحة بالليل كذا واليوم الصبح كذا، وضيعت مفتاح سيارتي مثلا، أو ضيعت مالي، بالليل ما قدرت أنام، زوجت اليوم تعاركت وياي، شو؟ الناس يريدون من يشيع فيهم الأمل، يرتاحون إلى الكلام الإيجابي الحلو. أما واحد يتذمر، أولا يخلي نفسه محور والكون كله لازم يدور حوله ويسمع إلى مشاكله، وثانيا الناس يريدون المتفائلين وليس المتشائمين. أنت اللي مو قادر تحل مشكلتك جاي عندي، أنا ما أريد أسمع مشكلتك، أنا عندي مشاكل، أنا عندي مشاكل. الأحنف جاءه رجل واشتكى من وجع في ضرسه، أنه أنا بارحة بالليل أسناني كانت توجعني، وأطال في الكلام، يعني فترة قام يحكي أنه شلون ضرسه كان يوجعه. يوم اللي كمل قال: ويلك، إن الله أذهب بنور عيني. واحدة من عيوني، هذا النور مال العين راح، يعني انطفت العين بس ما تبين. إن الله أذهب بنور عيني منذ 30 عاما ولم أخبر أحدا، ما قلت، بارحة بالليل ما نايم بسبب وجع الضرس مثلا. أو يأتي عند الإمام الصادق الرجل ويسأله الإمام، كان مسافر وراجع من السفر، فقام يبين مشاكل السفر اللي شافه. يا عم يجيب الأشياء الحلوة، الآن هذول اللي كاتبين مذكراتهم، أخذ من ابن بطوطة ولا غيره اللي كتبوا المذكرات، عادة جايبين الإيجابيات لذلك الناس يرتاحون لهم، مو جايب السلبيات، مو جايب المشاكل اللي اعترضته في الطريق. هذا جاي يشتكي عند الإمام الصادق ويقول مثلا: قضيت أياما صعبة وواجهت مشكلة. والإمام يقول: الحمد لله الحمد لله. قال: يا ابن رسول الله، أنا مو أشياء حلوة شفتها هذا الأشياء اللي دا أقول لك، أنت تقول الحمد لله على كل مشكلة واجهتها. قال: ألا تقول واجهت مثلا، واجهت مشكلة، رأيته، قضيته، صار ماضي، شو الداعي لأن تقول؟
المشكلة اجت بس راحت، قول الحمد لله. اللهم اني اسألك اليسر بعد العسر. اتكلم عن اليسر، العسر راح، ليش مكلف بي انت؟ تحول هذا العسر الذي مررت به الى مشكلة نفسية عند نفسك، مشكلة داخلية. تدري الناجح هو الذي يتذكر نجاحاته السابقة، الفاشل بالعكس. يعني إذا عندك خطابات ناجحة في التاريخ الماضي مالك، والآن طلب منك أن تلقي محاضرة، لتتذكر أو لا تستذكر أو لا تجرجر فشلك في الخطابات السابقة، تذكر في الخطاب ناجح كان عندك. لأن كل ما تتذكر الفشل كل ما نفسيتك تشلب بهذا الفشل وتفشلك. هذا دماغك مثل كمبيوتر، أنت شنو تعطيه برنامج يرجع عليك، اعطيه برنامج انك ناجح ينجحك، اعطيه برنامج انك فاشل يفشلك. فقضيت اياما صعبه، ليش مكلف بيها؟ هذه الايام الصعبه راحت، قول الحمد لله. وايضا في التذمر وفي كشف الضر مذله للنفس، وفيها ايضا فقر، كذب، دجل. أغلب هذول اللي يجون متعودين، إحنا ما بدنا نتكلم عن مرة ومرتين، لا في الطمع نتكلم عن مرة ومرتين. اللي استشعر الطمع جعل الطمع شعاره، وجعل الطمع مثل لباس لبسه، أو الشخص اللي دائما يكشف عن ضره. هذا الرجل في حقيقة الأمر يبين مسألة، وهو يكذب كثيرا، ما يكذب أو على الأقل يبالغ في كلام. وهذا معناه هو يتعود على الكذب بمرور الزمن، لأنه يريد يكسب عطف الناس فيكذب. المطلوب شنو في مقابل هذا الأمر؟ أن تكون أنت كالبحر، ظاهره هادئ لكن في داخله أسماك، حيتان، وأمور كثيرة في داخل البحر، في داخل البحر عجائب الله عز وجل. تعرفون إلى الآن البشر لم يكتشفوا كل أنواع الأسماك الموجودة في داخل البحر أبدا، ولذلك بين مدة ومدة يكتشفون فتح حيوان جديد بمواصفات جديدة، أنواع من الحيوانات، أنواع من الحشرات، أنواع من الطيبات، أنواع من المعادن في داخل البحر، لكن ظاهر البحر هذا واقف. أنت لازم تكون هالشكل. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، خاصة بالنسبة إلى القادة. تعرف أنت لو نفترض أنك كنت قائد جيش أو قائد مجموعة من الجنود في معركة من المعارك، وواجهتكم مشكلة ما، كل الجنود عيونهم على وجه القائد، وجه هادئ يبين ثبات، يثبتون، يبين خوف، يتذمر، خاصة إذا أظهر تذمره قام يبين لك أنه أوه صارت عندنا مشكلة ما أدري شو أسوي. أول ناس هم يشردون، ذلك أول ناس اللي يهربون. أن تقرر عدم الشكوى، هذا قرار تتخذه مع نفسك، فكلما وقعت في الشكاية ترجع مرة ثانية تقلل بمرور الزمن شكواك، أن تقلل الشكوى. وأيضا أن تزيد من قدرة التحمل. شوفوا مثل ما الجسم عنده في شيء اسمه المناعة، جهاز المناعة في الجسم جهاز مهم، المناعة المكتسبة التي تتكون بسبب مرور الإنسان في صغره لأمراض معينة، الجسم يفرز مضادات، هي الجهاز المناعة المكتسبة. هذا اللي مرض الإيدز يقضي عليه، فيصير الشخص بدون مناعة، ممكن أقل مرض يقضي عليه، أقل ميكروب يدخل في جسمه ما في مناعة، فيتكاثر يتكاثر إلى أن يوقف كل أجهزة جسمه فيموت. المناعة عندنا في الجسم، وعندنا مناعة في الروح. مناعة الروح القدرة على التحمل، أن تحاول تتحمل المشاكل، شيلها وياك. المشكلة ما تقدر تحلها، خليها وياك لتتوقف في الحياة لأنه عندك مشكلة. نفترض عندك وجع في راسك، خير إن شاء الله،
تفكر كل البقالين والعطارين والسياسيين والزعماء وأصحاب الملايين ما يصابون بوجع في الرأس؟ فإذا أصيبوا بوجع الرأس ما يطلعون من بيتهم؟ لا، هم عنده وجع في الرأس، هم متحمل وجع اللي عنده في الرأس. الناجحون هم أكثر الناس قدرة على تحمل الفشل. لذلك إذا تقرأ حياة الناجحين تشوف أكثر الناجحين وأقواهم وأعلاهم هؤلاء، الفشل اللي عندهم هواي. صاحب شركة فورد لصناعة السيارات كأنه 3 مرات، إذا ما مشتبه، إذا مو 5، 3 مرات صفر، يعني وصل إلى بدون دولار واحد عنده 3 مرات في حياته. لكن فيما بعد أسس شركة فورد، وهي واحدة من ربما الأولى أو الثانية من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لصناعة السيارات. أي إنسان ناجح عنده في حياته كثير من أنواع الفشل، لكن لأنه قادر على تحمل الفشل لذلك ناجح. من هنا ناجح. الزرافة هذه رجولها طويلة، زين، ومو متناسقة، يعني اليدين والرجلين مو مستويات. حينما تولد الأم جنينها، الزرافة واقفة تولد، يعني الجنين يقع على الأرض، فالأم تضرب الجنين ضربة برجلها، يعني قوم، فهو بالقوة تو طالع من رحم أمه، بالقوة يحاول كذا يوقف على رجله، بس ما يوقف، تضربه مرة ثانية توقعه. خطية مسكين من جديد يحاول، طبعا تضربه حتى يقوم، حتى يوقف، ولا تستمر في الضرب، فلازم يوقف. يحاول من جديد إلى أن يقف على رجله، تضربه مرة ثالثة، إلى أن يستطيع أن يتلقى ضربات أمه. يعني يوم اللي بعد الضربة متوقعة، حينئذ الأم تهدأ. الحياة هكذا، الحياة تضربك ضربة، فإذا وقعت قوم، حاول من جديد، وقعت مرة ثانية قوم. الناجحون أكثر الناس قدرة على التحمل، فإذا كنت من الذين يتذمرون ويكشفون عن ضرهم وأمام أي مشكلة صغيرة تتوقف، لن تكون من الناجحين. تريد تكون من الناجحين؟ لازم تمر بمشاكل وتحل هاي المشاكل وتتحمل. يعني مثل ما مناعة الجسم هي لمقاومة الأمراض، التحمل لمقاومة المشاكل الروحية. ثم يقول الإمام علي سلام الله عليه: وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. الناس صنفان، صنف يحكمون ألسنتهم، شخص اللي هو حاكم على لسانه، الصنف الثاني لسانه حاكم عليه. شنو الفرق بين الأمرين؟ الحديث الظريف الجميل يقول: قلب الأحمق وراء لسانه، ولسان العاقل وراء قلبه. يعني اللي يطلق الكلام على عواهنه، يطي وعود بلا حساب، مثلا يكذب، يعمل نميمة، غيبة، أي واحدة من هذه المشاكل اللي هي مشاكل اللسان، أول شيء يتكلم بعدين يفكر هذا الكلام مالي كان غلط، ليش تكلمت فيه؟ إذن قلبه وراء لسانه، العاقل بالعكس، لسانه وراء قلبه، أول شيء يفكر وبعدين يقول الكلمة. ضربنا مثال بالزرافة، خلي مرة ثانية نضرب مثال بالزرافة. يعني مطلوب من عندك أن يكون عندك فرد مسافة طويلة ما بين ما تفكر فيه وما تعبر عما فكرت فيه، فدرقبة طويلة، القرار منها يصدر يأخذ وقت إلى أن طلع بلسانك، بسرعة تقول الكلمة. أن يؤمر الإنسان لسانه على نفسه له مظاهر: أن يكون اللسان هو صاحب القرار، مثل دولة وزير الإعلام هو صاحب القرار في هذه الدولة، يطلع صحفيين يجون أمامه يذب له فرد كلمة، الدولة كلها لازم تركض وراه، بقية الوزارات
لازم تنظم أمورها بناء على تصريحات وزير الإعلام من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية. أكو دول، دول اللي حكام فيها حمقى، وزير الإعلام في الحقيقة هو الذي يقود، أو أقل الناس مسؤولية هم الذين يقودون الناس. يجي واحد يفتح صدره يذب لك فرد كلمة، بقية الناس لازم يركضون وراء، لأن هذا الكلام يؤثر على بقية الناس. هذا معناه أن الشخص أو أن الدولة أو أن الجماعة أمرت اللسانة على نفسها. كيف يكون أن اللسان يكون آمر على الإنسان؟ اللسان الذي يكشف الأسرار. الإمام علي سلام الله عليه يقول: الكلام كفي وثائق ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به أصبحت في وثاقه. كلام اللي عندك في بالك أنت حاكم عليه، بصدرك موجود، فأنت الحاكم في وثاقك، أنت شادة. لكن إذا أطلقت هذه الكلمة أنت أصبحت في وثاق الكلام الذي قلته. من مظاهر أن اللسان هو الآمر أن يتناول المرء الناس بالغيبة والنميمة والتهمة. يقول الإمام علي: إن هذا اللسان جموح. الحيوان اللي طالع من طوره في حالة الجموح، في حالة التمرد، يقول: إن هذا اللسان جموح بصاحبه. ثم يقول: والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه. هذا لسانك، لا، لسانك لازم تخليه في صندوق حديدي ياخذ وقت حتى تفتحه. تجيب المفتاح، تدور المفتاح، تجي على القفل في مثلا أرقام معينة، بعدين تطلعه. وبعد أن يقول اللسان ما ليس في القلب، هذا هو النفاق. قلبه شيء ثاني ده يقول، هو شيء آخر. يعني يشعر، يعيش المرء في حالة من النفاق، لأن اللسان هو الآمر وهو الحاكم. لا بد أن نعرف أن ما نقوله يعود إلينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في عندنا رواية: وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. أكثر الناس يدخلون نار جهنم نتيجة شنو؟ نتاج لسانه. في كتاب شفته عنوانه ما أتذكر، أنه معاصي اللسان. أكثر من 100 معصية يمكن أن يعصي هذا اللسان ويورط الإنسان، أكثر من 100 معصية. سؤال: ماذا نعمل في هذا اللسان حتى لا يتأمر علينا؟ شو نسوي له؟ 1، أن نعرف الأخطار وشنو يترتب على اللسان. طفل راح إلى منطقة فيها جبل فصاح صيحة، سمع صوت طفل ثاني حكي عليه، سمع ذاك ده يحكي عليه. مثلا قال له: يا مجنون، سمع ذاك الطفل يقول له: يا مجنون. قال له: أنت ما تفهم. قال له: أنت ما تفهم. قال له: ولك. قال له: ولك. سبه، سمع السب، رجع البيت قال: بابا أكو فد واحد هناك هذا يسب ويشتم وهالشكل. قال لي، قال: شلون؟ قال له: أنا هالشكل قلت له، هالشكل رد علي. قال له: باكر روح قل له أنت خوش ولد، شوف شنو تسمع، أنت حباب، أنت صادق، أنت شجاع، أنت مؤمن. كل ما قال هاي الكلمة سمعها. لما عاد قال: إي والله اليوم كان خوش ولد هذا، قام يمدحني. قال له: قل خيرا تسمعوا خيرا. شوف، الحياة كلها عبارة عن صدى أعمالنا وصدى أقوالنا وحتى صدى تفكيرنا. اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. يوم اللي لا تنوي شرا لأحد ولا ينوي شرا لك، هذا اطمئن. يقال أن غاندي في بداية حياته كان خائف جدا، ثم فيما بعد بسبب الإيحاء اليومي الذي علمته أمه صار شجاع إلى درجة كان يعتقد بأنك إذا لا تنوي شرا حتى للحيوان القاتل، حتى للحشرة الوحشية، فهي لا تهجم عليك. بالليل وحده كان يروح في الغابات بالليل في الظلام يتمشى،
يقول ما دام أنا ما أريد أقتل الأسد، الأسد أيضا ما يريد يقتلني. ما دام أنا ما أريد أقتل الحية، إذن الحية ما تريد تقتلني. وفعلا بقي سالما إلى أن قتله هندوسي أحمق كما يقولون. أن تعرف أخطار هذه الحكومة، حكومة اللسان على الإنسان، وأن تعرف أنك مسؤول عما تقول. الأمر الثاني التعود على الصمت. إذا كان الكلام من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فسكوته من ذهب. كاد الصامت أن يكون ملهما كما في الحديث، يعني الله يلهمه. عمي تسأل نفسك حتى الآن، الله ليش معطينا اثنين آذان ولسان واحد؟ هو كان يقدر يعطينا لسانين وأذن واحد، حتى اللي نسمع أكثر ما نتكلم به. ثم جعل هذا اللسان في داخل الفم وأعطاك شفتين، وهاتين الشفتين دائما جعلها بشكل هي مغلقة. في الليل شفتيك مغلقتها، يوم اللي مدى تحكي ويا أحد، مو الإنسان دائما شفتين مفتوحتين، دائما مغلقة، يعني بشكل طبيعي الشفتان مغلقتها. خزن هذا، يقعد في مجلس يريد هو يتكلم أكثر مما يسمع، لا، اتكلم، اتعلم أن تكون صامتا وأن تستمع. والناس للعلم ما يحبون المهذار، يحبون اللي يستمع لهم. وأخر كل جملة تريد تقولها شوية، تعود على هذا. الآن إجا في بالك فتشي تقول، يقولون محصور بالكلمة، هاي لسانك بإيدك، هذا مو اللي حصر أجلكم الله بالبول حتى لازم بسرعة تطلعه وإلا المثانة تنفجر عليه. خزن لسانك، ما في شيء. أكو بعض الناس هالشكل دائما دا يعيش وكأنه مبتلى بالحصر. تؤخر كل جملة فيه تتلفظ بيها، وأن تحرك لسانك بما ينفعك. تتحرك لسانك ما حلو، اذكر الله واذكر الله كثير. كنا الأفراد اللي دائمين الذكر، بدل ما حكي حسب تعبير العراقيين شيش بيش بلا منفعة ثرثرة لا فائدة منها، اذكر ربك، وحينئذ تكون قد استفدت ثوابا بدل أن تكسب عقابا. والأهم من كل ذلك أنه في الليل لما تريد تنام تذكر اليوم شو تكلمي، على ماذا ندمت من كلامك. حاسب نفسك في الليل على ما فعلت بهذا اللسان، هل كنت آمرا على لسانك أم كنت مأمورا. رب العالمين يتكلم عن العفاف في مقابل التذمر، ويقول يتكلم عن آية الإنفاق، ثم يقول إنفاق لمن؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. مو الأفضل صيت الغنى بدل صيت الفقر؟ خلي الناس يشوفوك أنت عالم كبير ناجح ما عندك مشكلة، هذا أفضل من أنه يشوفوك مجموعة مشاكل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني يمكن يبين ضره بس ما يلح، مو دائم التذمر. مرة واحدة يقول حلت المشكلة، انحلت، ما انحلت في أمان الله. هذه من الصفات التي مدحها الله في كتابه الكريم، وجعل الإنفاق في هذا النوع من الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.